من بعد ما نشرت أكثر من فكرة كيف فينا نعمل قناة يوتيوب بمختلف المجالات من دون ما نظهر بوجهنا أو نستعمل صوتنا، اليوم رح أعطيكم فكرة عبقرية كيف فيكم تعملوا محتوى على منصة تيك توك كمان من دون ما تظهروا بوجهكم ولا تستعملوا صوتكم وبضغطة زر واحدة. رح أعرض لكم واحد من الأمثلة اللي عملتها كمحتوى للتيك توك. Biggest farms in the world. Large-scale cattle farming practices pose some of the greatest environmental threats today. Farming around the world. Agriculture. هيدا الفيديو كلفني ضغطة وحدة حتى يصير جاهز وحصري لإلي من دون أي عذاب. كيفية صناعة هيك أنواع فيديوهات مع اختيار مواضيع منتشرة رح يكون موضوع الفيديو تبعنا اليوم. إذا كنتوا أول مرة بتحضروني، أنا مارون، وبهيدي تشانل بعطيكم كل الأفكار الجديدة لحتى تكسبوا منها عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي. إذا مهتمين بهيدي الأنواع من المواضيع بتمنى تشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل شيء جديد بنشره، وخلينا نبلش الشرح العملي بعد أنت. فكرة اليوم هي عمل فيديوهات على التيك توك من دون أي خبرة، وموقع تيك توك بعكس موقع يوتيوب بهمه الكمية على النوعية للانتشار والوصول لأكبر عدد من المتابعين. لهيك هيدي استراتيجية مثالية لألكن، لأن ما بتاخد من وقتكن ومصدر المعلومات من مكان واحد، مش عايزين تعملوا كتير بحث. حتى تضمنوا نجاح عملكن انتو بحاجة انو تنشروا 2-3 فيديوهات يوميا وتختاروا محتوى بيتسمى evergreen، بمعنى انو المحتوى بيضل عليه بحث وإقبال مع مرور الزمن. أول شي حتى نختار موضوع evergreen نستعين بموقع worldatlas.com يلي يعد موسوعة غنية لكل المعلومات العامة بمختلف المجالات. تختاروا مجال بتحبوا تنشروا محتوى عنه وبتحفظوا الروابط للمقالات عندكن على ملف جوجل دوكس بهيدي الطريقة، لأن رح نستعملهم بالمرحلة الجاية. هلا ننتقل على المرحلة الثانية يلي خلالها رح نعمل محتوى كامل. كنا حكينا بفيديوهات سابقة عن موقع victory.ai وعملنا من خلاله فيديوهات بالاعتماد على سكريبت نحن منعطيه، بس اليوم رح نستعمل خاصية تانية حتى مش عايزين السكريبت فيها لنصنع من خلال موقع بيكتوري فيديو كامل. بعد ما تسجلوا واكيد ببريد مؤقت رح تحصلوا على 3 فيديوهات مجانية بقدم لكم اياها الموقع. تختاروا خاصية article to video وبترجعوا على ملف يلي حفظتوا فيه المواضيع يلي بدكم تصنعوا محتوى عنها مع روابطها. كل يلي عليكم تعملوه انه تاخدوا رابط المقال وتضيفوه بهيدي الخانة وتضغطوا على proceed. رح يعالج موقع بيكتوري المقال ويطلع منه المعلومات الاساسية ويحولها لسكريبت بهيدا الشكل. كل يلي علي اعملوه انه اضغط next ومن بعدها بختار اي قالب بدي اياه مع الالتزام بمقاسات تطبيق تيك توك يلي هي 19، واحصل على هيدا الفيديو الجاهز. قادر اعدل فيه شو ما بدي وضيف عليه صوت عم يحكي السكريبت واشياء كتير غيرها مثل تغيير الصور والفيديوهات. لما خلص بضغط على داونلود فيديو وبنطره ليخلص حتى حمله عندي على الجهاز. اخر خطوة بعملها هي اني شيل العلامة المائية من الفيديو من خلال اي برنامج مونتاج وزبط الفيديو حتى يصير مقاسه صح، واخر مشهد دايما بيكون دعاية لموقع بيكتوري اكيد كمان بشيله من الفيديو، وهيك بصير عندي فيديو احترافي جاهز للنشر على تيك توك اخذ من وقتي دقائق كتير قليلة. نفس العملية بكررها على فيديو او 2 وبنشر هيدي الفيديوهات يوميا على تيك توك وشوفوا النتيجة الخيالية يلي رح تحصلوا عليها. بتمنى تكونوا استفدتوا من هيدي الفكرة. لكل يلي بعد ما عنده محتوى على تيك توك وحابب يبلش، فهيدي اسهل واسرع طريقة للوصول. بختام هيدا الفيديو تذكير سريع بالاشتراك بالقناة يلي بعد ما اشترك، واذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا لايك، وانا بشوفكم بالفيديو الجاي.